جوهرة التاج لحدائق الحيوان بافريقيا واقدمها واعرقها. غابة خضراء خرجت من باطن الارض وانغرست في قلب عاصمة لا تنام. مرحبا. انت الان داخل اسوار حديقة حيوان الجيزة التي سوف تاخذك في جولة ترفيهية لن تنساها في حياتك. يعني النهارده بنحتفل بمرور 130 سنة على انشاء جيزه زول عريقة اللي هي محل اهتمام جميع المنظمات المهتمه بالحيوان في العالم والحقيقه الحديقه يعني لها فترات كانت بتسمى جوهره التاج في ساعه انشائها ولها يعني تاريخ كبير جدا ومع كل خطوة تخطوها داخل الحديقة سيمتزج ذلك الاستمتاع البصري بهذه المناظر الخلابة بالكثير من الاصوات المميزة لمختلف الحيوانات البرية وكأنها تلقي عليك وكل ضيوفها التحية فرحة باللقاء فالحديقة تضم قرابة 6000 حيوان من نحو 175 نوعا عدد حيوانات 5200 طائر وحيوان من حوالي 150 75 فصيله كل مجموعه من الحيوانات بنشوف ايه اقرب بيئه مناسبه لها ليها حتى اتجاه تواجد الحيوانات، الحيوانات اللي مثلا بتحب الاماكن البارده بنحاول نحطها في الاماكن البحري، الحاجات اللي هي بتحب الشمس بتبقى دي, دي الاماكن بتاعتها في الاول في اختيار المكان فبيختار المكان بيكون فيه الاول متميز بالحاجه اللي هي بتفضلها. المتحف عندنا اخيرا في سنه 2015 تم افتتاحه. طبعا مر بمراحل افتتاح كتير من سنة 62 تم إدخال البيئة الحيوانات البرية في البيئة المصرية وسنة 88 اتغيرت ديوراما العرض بحيث ان هي تبقى معدنية ومغطاة بالزجاج احنا عندنا هنا حوالي من 40 نوع شجر من نوادر الجنينة كلها بتحتوي عن 800 ألف شجر أنواع مختلفة منهم 40 ألف اه 40 نوع مش موجودين بره وفي وسط هذه الغابة ستجد مبنى ابيض ضخم مكتوب على واجهته المتحف الحيواني ومع دخولك هذا المبنى ستجد نفسك امام عالم اخر فيعتبر هذا المتحف من ابرز الاماكن داخل الحديقة في كل ركن بهذه الحديقة ستحصل على ذكريات لن تنساها وستلتقط العديد من الصور التي سوف تحتفظ بها لسنوات ولو كررت هذه الزيارة لمئة مرة مره ستظل تنبهر بالمكان وكانها المره الاولى فحديقه حيوان الجيزه في كلمه واحده هي 130 عاما من البهجه والترفيه وذكريات لا تنسى مرن عادل نيوز